معكم الطالب فارس حسين اليامي من إدارة تعليم عسير من ثانوية صيدلة الإبداع الأهلية، المركز الثالث في أولمبياد إبداع. والله شعور مشاعر متلخبطة، يعني تعب شهور وجهد شهور، يعني مشاعر متلخبطة يعني تجسدت الحين، هان التعب كله في هذه اللحظة. مشروعي هو Universal Vaccines Against Highly Pathogenic Coronaviruses، لقاحات شاملة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة. الآن احنا نبغى نكمل الدراسات ما قبل السريرية، بحيث ان احنا نبغى ندرس لقاحاتنا بشكل افضل ونشوف تأثيرها على الفيروان. اشكر امي اللي كانت الجندي الخفي معي، ما ادري ايش اقول لك، كانت تحارب معي. مو بس العام الماضي شاركت، ما ربي حالفني في الجوائز الكبرى، اخذ جوائز خاصه ما قدرت احضر، جاها ضرب من تعرف ايام كوفيد. السنه هذه حاضره طلعت معي على المسرح. احب اشكر مشرفيني اللي دكتور محمد الفالح، البروفيسور انور هاشم اللي تعبوا معي كثير، واشكرهم على التعب اللي لسه بيتعبونه معي، لان طموحنا لسه قدام في رئاسة تمثيل المملكه.